بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، أيها الإخوة الأخوات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. سأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رحمته، وأن يشملنا وإياكم بمغفرته، وأن يعتق رقابنا ورقابكم من النار. دائما مع قصص الصالحين، مع قصص السابقين، مع قصة وعبرة. قصة اليوم هي امتداد لقصة الحلقة السابقة عن الظلم. والظلم كما ذكرنا هو وضع الشيء في غير محله، فوضع المعصية موضع الطاعة ظلم، ووضع اللين موضع الشدة ظلم، والعكس صحيح. وضع الجبن حيث تتعين الشجاعة يعتبر ظلما، الإسراف ومجاوزة الحد في الإنفاق يعتبر ظلما، لأنه وضع للشيء في غير محله. فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. وحين يتصرف الإنسان تصرفا يتنافى مع الفطرة الإنسانية ومع الأحكام الشرعية ويتنافى مع العقل ومع النقل، يكون بذلك ظالما. السلوكات، تصرفات، الأفعال كلها تدل على حكمة الإنسان أو عدم حكمته. ولذلك قالوا الحكمة هي وضع الشيء في غير محله. أيضا هي وضع الشيء في الحكمة هي وضع الشيء في محله، ووضع الشيء في غير محله هو خلاف الحكمة وهو الظلم. قصتنا اليوم قصة رجل كان من أعوان بعض الظلمة، كان من أعوان الظلمة، كان واحد من أعوان الظلمة. وكان يقول هذا الرجل دائما، كان يقول: من رآني فلا يظلم أحدا، من رآني فلا يظلم أحدا. فقيل له في ذلك: لماذا؟ قال: بينما أنا أسير ذات يوم، قال واحد النهار نتمشى، إذا برجل فقير صياد اصطاد سمكة كبيرة، صيد سمكة كبيرة، فطلب منه هذا الجبار أو هذا الرجل من أعوان الظلمة أن يعطيه هذه السمكة. فقال له الرجل: هذه السمكة أنا اصطدتها وسأبيعها يعني بدوانق، يعني أنفق، يعني أشتري بها أشياء لعيالي، أنفق بها يعني بدراهمها على عيالي. ولكن هذا الرجل أصر على أخذ هذه السمكة منه، وهي جهده، وهي عرقه، وهي تعبه، وهي حصيلة عمله في اليوم. فأخذها منه بالقوة، أخذها منه عنوة، استخدم سلطته وقوته وبطشه وبأسه وجبروته حتى يعني يغصب منه، غصب منه هذه السمكة، فأخذها وذهب بها. وبينما هو في الطريق، سبحان الله، هذه السمكة عضت في إصبعه الإبهام، عضت إبهامه، فتألم لذلك ألما شديدا. فلما ذهب إلى بيته وأعطى السمكة لأهله، جعل إصبعه أو جعلت إبهامه تؤلمه ألما شديدا أياما. فذهب إلى الطبيب
وعرض عليه حالته فقال لقد أصبت بالأكلة، لقد أصبت بالأكلة، معناها الأكلة هي يعني مرض يصيب الأطراف والأعضاء فتتآكل فيستدعي الأمر قطعها. فقال لقد أصيبت إبهامك هذه بالأكلة وأرى أن تقطعها، قال أن تقطعها قبل أن يسري أو أن يستشري يعني الألم أو ينتقل الألم إلى بقية أصابعك ومن ثم إلى يدك. فقطعها، قطعت تلك الأصبع، ولكن الأكلة انتقلت إلى أصابعه وإلى يده. فذهب إلى الطبيب أيضا فقال لا بد من قطع اليد، فقطعت يده، ثم انتقل الألم أيضا كذلك إلى يعني عضده، فقال لا بد من القطع إلى العضد، فقطعوه، ثم انتقل إلى كتفه أيضا فأشاروا عليه بالقطع. فلما رآه بعض الناس هذه الحالة يعني قطعوا الإبهام نتاعهم بعد قطعوا يدهم بعد قطعوا يعني العضد نتاعهم بعد قطعوا حتى، قال يا فلان هذا الآفة هذه اللي راهي لحقاتك تفكر باللي كاش ما كاين حاجة راك درتها، لابد أنك فعلت شيئا، هل تذكر أنك أسأت إلى أحد أو ظلمت شخصا أو فعلت شيئا؟ فقال نعم، قال أذكر أني ذات يوم أخذت سمكة يعني من صياد يعني عنوة وقهرا وأخذتها منه بالقوة. فقال له فنصحوه بأن يبحث عن الرجل ويتحلله ويستسمحه ويطلب منه أن يسامحه وأن يعفو عنه، وإلا فإن هذا الداء لن يتوقف حتى يأتي عليه. فذهب هذا الرجل، هذا الظالم ذهب يبحث عن الرجل فوجده فقال يا فلان أنا في يوم كذا أخذت منك السمكة كذا، فهل يعني بالله عليك هل يعني دعوت علي؟ قال نعم. قال في منذ أن أخذت علي مني السمكة وغصبتها يعني غصبتها وأخذتها مني بالقوة، قال دعوت فقلت اللهم إن هذا تقوى علي بقوته فأرني قدرتك فيه، اللهم إن هذا تقوى علي بقوته فأرني قدرتك فيه. شوف يعني شوف المظلوم حين يرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى، حين يرفع يده إلى الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى ينصره. ولذلك أقسم الله تبارك وتعالى بعزته وبجلاله وبعظمته سبحانه أنه سينصر الظالم ولو بعد حين، فقال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ينصر الله تعالى المظلوم وينتقم له من الظالم، ينصر الله تعالى المظلوم، أقسم بعزته وجبروته أنه سينتصر للمظلوم من الظالم، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولذلك احذروا دعوة المظلوم. ولذلك أيضا جاء في الحديث اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام. فظلم الناس بشع شنيع، فعل مقيت، سلوك غير جميل، فينبغي للإنسان أن يراعي هذا الأمر وأن يتحقق أن يعني الظلم يعتبر شنيعا بشعا مقيتا. وتذكر حين تنام أنت في فراشك الوثير وفي مهدك الناعم والمظلوم يعني يدعو عليك
المظلوم يرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى أن ينتقم منك. تذكر لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عيناك تترقد تغط في نومك وتنام ملء عينيك في فراش وثير، لكن ذلك الرجل أو تلك المرأة أو ذلك الطفل أو ذلك الإنسان الذي ظلمته والذي اعتديت عليه تبيت عيناه ساهرتان يناجي الله تبارك وتعالى ويدعوه أن ينتقم له منك وأن يأخذ له بحقه منك لأنك ظلمته. سألوا أحد يعني أحد الأمراء من البرامكة، قالوا لهم ما سبب، قالوا له ما سبب ذهاب دولتكم وما سبب زوال عزكم؟ فقال لعلها دعوة مظلوم سرت في جرح الليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. لعلها دعوة مظلوم سرت في جرح الليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. هذه القصة يعني تذكرنا ويعني تقدح فينا وتحرك فينا مكامن وتثير فينا شجونا لنتذكر أولئك المهضومين المظلومين المحتقرين الذين يعتدى عليهم ويساء لهم. فعلى الإنسان أن يراعي هذا الأمر، لا تظلم خلق الله تعالى، لا تظلم خلق الله تبارك وتعالى. شوف هذا الرجل ظلم، أخذ منه سمكته غصبا مباشرة، ما عنده حتى واحد، وهذوما اللي تخاف منه، تخاف من هذا الإنسان اللي ما عنده حتى واحد، ما عنده لا كادر لا كوادر، ما عنده لا معرفة، ما عنده لا نفوذ، ما عنده لا مال، ما عنده حتى شيء، عنده إلا الله تبارك وتعالى، عنده إلا جوف الليل يحاربك بجنود الليل، يحاربك في جوف الليل، يحاربك في السجود، يحاربك برفع يديه إلى الله تبارك وتعالى. رفع يديه إلى الله عز وجل وقال يا اللهم إن هذا تقوى علي بقوته فأرني قدرتك فيه، تقوى علي بقوته فأرني قدرتك فيه يا رب. فكان ما كان، قطعت أصبعه ثم يده ثم عضده ثم وصل الأمر إلى كتفه، ولولا أن الله تبارك وتعالى تداركه بلطفه وألهمه الله تبارك وتعالى وسخر له من يذكره ومن يعظه ومن يفكره وعاد إلى الرجل واعتذر إليه واستسمعه لا استشرى يعني ذلك في جسده كله. نعوذ بالله من الظلم ونعوذ بالله من الظلمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من ظلم كل ظالم ومن شر كل ذي شر، نعوذ بالله من الظلم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.